لتمويل مشروعات النقل سواء بالمشاركه مع قطاع خاص او تريبل بي او اي بي سي بلس اف، وكذلك التحول الرقمي ومجانة كافه خدمات الحجز وتوفير ماكينات حمل التذاكر والتطبيقات المحموله والبوابات الالكترونيه لقطاع السكك الحديديه والانفاق، وكذلك تطوير الخدمات الالكترونيه بالموانئ البحريه والبريه والتكامل مع الجهات المعنيه من خلال انظمه الشباك الواحد والافراج الجمركي المشترك. وتقوم وزاره النقل بتنفيذ خطه شامله لتطوير وتحديث منظومه النقل بوسائل الشبكات الطرق والكباري السكك الحديديه مثل الانفاق والجر الكهربائي، الموانئ البحريه، الموانئ البريه والجاف والمرات الروسيه، النقل النهري خلال الفتره من 2014 الى 2024 اي خلال العشر سنوات باستثمارات تصل الى 2 تريليون جنيه مصري، وأود يعني تقليل الفوائد الانفجاريه الصعبه كل المشروعات طبعا مشروعات كثيره جدا حتى لو وصلت على حضرتكم هتوصلها بسرعه قوي في مجال الطرق الكباري بنفس 7000 كيلو متر طرق و34 محور على النيل وانشاء 1000 كوبري علوي ونفع السكك الحديديه بتطور 10000 كيلو متر سكك حديديه موجوده بالاضافه بين البنيه الاساسيه والوحدات المتحركه ونظم الاشارات وتطوير الورش بالاضافه ان احنا بنضيف شبكه المخابرات الكهربائيه السريعه بالتعاون مع تحالف سيمنز وراسهم المقاولين العرب بطول 2000 كيلو متر لخدمه كل الموالي والمدن المصريه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ومن اقصى الشرق لاقصى الغرب، مترو الانفاق والجر الكهربائي بنفذ تقريبا 210 كيلو متر من شبكه المترو والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، في مجال النقل البحري بنفذ تقريبا 67 كيلو ارصفه حاليا تتطلع حماقه بين 18 ل 22 متر تستوعب 400 مليون طن ولايع سنويا و40 مليون حاويه متاحه سنويا بالاضافه ل 10 مليون حاويه ترانزيت و30 الف سفينه عملاقه سنويا، بالاضافه الى مجال المواد الجافه والمواد الروسيه، وكل ده لخلق ممرات روسيه كبيره تصل ما بين مناطق الانتاج سواء زراعي او صناعي او سياحي او خدمي وبين مناطق الاستهلاك في المدن الرئيسيه او مناطق التصدير في الموانئ الرئيسيه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، يربط بينهما يا اما طرق رئيسيه سريعه يا اما سكك حديديه عاديه ديزل او شبكه من القطارات الكهربائيه السريعه اللي 2000 كيلو اللي انا اتكلمت عنهم. طبعا واهم هذه الممرات على الاطلاق بالنسبه لنا في مصر طبعا كلها هامه، ولكن الممر اللوجستي شركه بورسعيد العريش على البحر المتوسط ووجع عطابه على خليج العقبه والبحر الاحمر بالربط مع خط التجاره العربي شرقا من كل الدول العربيه لاهم ممر لوجستي عندنا بنتفق حاليا. معالي الساده الوزراء السيدات والساده الحضور، لقد قال الله من تقتنع بموقع استراتيجي غريب له اهميته وتاثيره الكبير في حركه النقل العالميه، ولذلك فاننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدوليه الكبرى في اطار سعينا للاستفاده من مزايا هذا الموقع الحيوي والعمل على اعاده صياغه النظام الدولي، الامر الذي يدعونا كاشقاء الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا اقتصاديا وتجاريا. الجو الساحلي بورسعيد السنون بطول 100 كيلو امتداده حتى بنغازي في ليبيا، بطول 585 كيلو الربط السككي مع دول الجوار سواء مع السودان الشقيقه من ابو سمبل او مع ليبيا من مطروح السنون حتى بنغازي، طريق التجاره العربي العقبه وطابا العريش من خلال شركه الجسر العربي للملاحه، الخط الملاحي من سفاجه القرداء الى ضبة شركه القاهره العقارات، تسهيل حركه البضائع بين الدول بين مصر والدول الافريقيه من خلال ربط مصر المحيطه القاري بخط خطوط ملاحيه جديده من دول شرق افريقيا او مع دول شرق افريقيا جيبوتي وكينيا وتنزانيا وجنوب افريقيا ودول غرب افريقيا موريتانيا والسنغال وغانا وساحل العاج، الممر الملاحي لحيل فيكتوريا البحر المتوسط الذي يربط مصر والبحر المتوسط بكل الدول الحميسه في افريقيا.
نوع من الاستثمار سواء اداره تشغيل او مشاركه او تاجير بحق الانتفاع. ومن اهم المشروعات اللي مطروحه على القطاع الخاص حاليا اعتقد زمايلي قالوها في المعرض وبسرعه اداره تشغيل وصيانه الخط الرابع لمترو الانفاق، اداره تشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، اداره تشغيل مترو ابوقير واجرام الرمل، من التزام واداره تشغيل قطارات النقل المتميزه للسكك الحديديه، اعاده تاهيل وتشغيل واداره وصيانه خط سكك حديد الى ابو دكتور، اعاده تاهيل واداره وتشغيل ورش السكك الحديديه سواء العربيات او الجرارات، انشاء البنيه التوقيعيه واداره التشغيل وصيانه المتبقي من الانصفه في بناء السخنه باطوال تقريبا 15 كيلو متر طولي، انشاء البنيه التوقيعيه واداره التشغيل وصيانه محطه الصف الجاف لتنظيم بناء الاسكندريه الكبير باطوال 1150 متر بمطروح حاليا في مزايا عالميه، انشاء البنيه التوقيعيه واداره التشغيل وصيانه محطه الصف الجاف غير النظيف في بناء الاسكندريه، انشاء واداره التشغيل وصيانه المناطق الروسيه في بناء الاسكندريه الكبير، انشاء البنيه الفوقيه واداره التشغيل وصيانه محطه الحاويات تحيا مصر في بناء دمياط باجمال اطوال الصفه 3.4 كيلو متر طولي، انشاء البنيه الفوقيه واداره التشغيل وصيانه محطه الحقوق في بناء دمياط باطوال 600 متر، انشاء واداره التشغيل المواني الجافه والمناطق الروسيه على مستوى الجمهوريه ومن اهمها السادات جمعه مرادي برج العرب السلوك. كل هذه فرص استثماريه مطروحه امام كل المستثمرين سواء زي ما قلت سواء دول سواء شركات سواء افراد. اهلا وسهلا جاهزين نتعاون مع اي حد. الدوره الخامسه لمعرض ومؤتمر النقل لافريقيا والشرق الاوسط قرار 2023 تحت شعار توطين صناعه وسائل النقل في مصر. انطلاقا من تبليغات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للعمل على توطين صناعه السكك الحديديه في جمهوريه مصر العربيه، حيث تتعاون وزاره النفط مع مجموعه من خبرات الشركات العالميه للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العمله الصعبه ونقل الخبره للعماله المصريه وتصدير الفائض للخارج. طبعا زمايلي كاتبين استاذ لسته كبيره جدا من الشركات العالميه اللي بيدعموا معانا وبيدعموا معانا الصناعه هذه الترابيزه دي عادي الساده الوزراء السيدات والساده المفروض ان رؤيه وزاره النقل المصريه تتخطى مجرد نقل الكشاف والبضائع الى المشاركه الفاعله في ترسيخ مفهوم التنميه المستدامه للدوله لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه من خلال توفير شبكات وسائل النقل المختلفه لنقل المتطلبات لخدمه متطلبات التنميه الشامله والمشروعات القوميه الكبرى والمساهمه في زياده الرقعه المأموله وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمه في تحسين خدمات التجاره الخارجيه من صادرات وواردات وتنميه تجاره الترانزيت والخدمات اللوجستيه والمساهمه في التنميه السياحيه والصناعيه والتجاريه وبما له من مردود ايجابي على الاقتصاد القومي والمساهمه في حل مشكله البطاله وتشغيل شباب الخريجين. ولتنفيذ هذه الرؤيه تم وضع مجموعه من السياسات المرنه والشامله والمتطوره من اهمها توفير اعلى معدلات السلامه والامان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجار الكهربي في اطار توكل مصر للنقل الاخضر المستدام الصديق للبيئه، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحريه وطرق الربط البحري والبري والسككي مع الدول العربيه والافريقيه الشقيقه وادخال نظم النقل الحديثه لمسيرات التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمه المراكز اللوجستيه والموانئ الجافه وتطبيق انظمه النقل الذكيه على المحاور الرئيسيه بالاضافه الى الاهتمام